السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في شيت 4 في مادة المجالات. طيب قبل ما نبتدي نحل شيت، تعالوا نشوف القوانين اللي هنحل بيها شيت 4. ده ملخص للقوانين. بدأ يتكلم شابتر 4 على الكباستن، قال لي يا باشمهندس، قال لي لو أنا عندي 2 كونتاكتور، الـ2 كونتاكتور متصلين ببطارية، فرق الجهد عندي هنا دي، قال لي هيحصل، قال لي هيمر تيار، التيار بتاعي هيشحن البليت الأولانية بشحنة بوزيتيف كيو، والبليت التانية بشحنة نيجاتيف كيو. يبقى أنا كده عندي اتنين بليت، واحدة بوزيتيف كيو والتانية نيجاتيف كيو. قال لي يبقى السيستم ده له كاباسيتنس له ساعة. الساعة دي بقيسها ازاي؟ ساعة المكثف هي عبارة عن كيو على الفي، قيمة الشحنة بتاعتي على فرق الجهد بين اللوحين بتوعي، أو فرق الجهد بتاعي بتاع البطارية. طيب يا باشمهندس، قيمة الشحنة بالكولوم، الفي اللي هو الفولت بتاعي، يبقى الكولوم على الفولت اللي هي بالفاراد. طيب الرينج بتاع المكثف، يعني بحل المسألة هلاقي رينج المكثفات بتاعتي بالمايكرو فاراد، بالنانو فاراد، بالبيكو فاراد. مفيش حاجة اسمها مكثف بالفاراد، الفاراد يعني قيمة عالية جدا. يبقى الرينج في الرينج بتاعي مايكرو يعني 10^6، نانو 10^9، بيكو يعني 10^12. قال لي بعد كده في انواع المكثفات، في بارل بليت، في سلندريكال بليت، في سفيريكال بليت. البارل بليت يا باشمهندس عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين، قال لي هو عباره عن لوحين متوازيين بتوعي. اللوح الاولاني المساحه بتاعته اس، ممكن الرمز بتاعها يبقى ايه عشان نختلف في المسميات، بس هي بليت المساحه بتاعته اس او ايه. في بين الاثنين بليت دومت مسافه، المسافه دي دي. طيب الاثنين بليت دومت في هنا الوسط بتاعي اما هواء يا اما ماده عازله اللي هي داي الكتريك. يبقى احسب سعه المكثف في الحاله دي عباره عن ايه؟ قال لي يا اما تحسبها عباره عن كيو على الفي، قيمه الشحنه على الجهد بتاعي، يا اما ابسلون نوت في الابسلون ار في الاس على الدي. يبقى المكثف بتاعتي هتعتمد على ايه؟ على الوسط بتاعي، اعتمد على المساحه بتاعتي، هيعتمد على المسافه بين الاثنين بريد بتوعي. طيب الابسلون نوت هي البريماتيفيتي بتاعتي اللي هي محفوظه 10^9/36 باي. طيب الابسلون ار على حسب في المسألة، هيقول لي مثلا الداي الكتريك بتاعت مثلا الابسلون ار ب12 مثلا، فهعوض بالابسلون ار ب12 دي الريليتيف برماتيفيتي بتاعتي. ممكن يقول لي ان الوسط عندي هواء، فالابسلون ار بكام؟ بواحد. الاس اللي هي المساحة بتاعتي، مساحة بتاعت البليت. الدي هي المسافة بتاعتي بين الاثنين بتوعي. طيب في بعد كده حاجة اسمها سلندريكال يا باشمهندس او الكوكسل كيبل، هي عباره عن ايه؟ عباره عن اسطوانتين جوه بعض وبينهم ماده عازله. الاسطوانه الاولانيه نص القطر بتاعها الار مثلا ار انر، والاسطوانه الثانيه الار اوتر بتاعي نص قطرها، في بينهم يا اما هواء يا اما داي الكتريك. طيب بحسب سعه المكثف بتاعتي في الحاله دي ازاي؟ يا اما من القانون ده كيو على الفي، يا اما القانون الثاني هو عباره عن ايه؟ 2 باي ابسلون نوت في الابسلون ار في ال اللي هي طول الاسطوانه بتاعتي على لين الار اوتر على الار انر، معلش هنا ار انر. طيب مثال على الكوكسل كيبل زي بشون، زي ايه؟ زي سلك الدش بتاعك، عباره عن ايه او مكون ايه؟ هتلاقيه عباره عن سلك معدني، وبعد كده في ماده عازله معايا، وبعد كده السلك بتاعي اللي هو زي الشعر كده، وبعد كده الكفر بتاعي. يبقى الكوندكتور الاولاني هو السلك بتاعي المصمت، وبعد كده المادة العازلة، وبعد كده السلك الشعر ده الكوندكتور التاني بتاعي. يبقى النوع التالت اللي هو سفيريكال، عندي 2 سفير، اولانية نص قطرها الار انر، والتانية نص قطرها ار اوتر، وفي بينهم برضو يا اما هواء يا اما داي الكتريك. عاوز احسب سعه المكثف بتاعتي، يا اما من الكيو على الفي، يا اما عباره عن ايه؟ 4 باي ابسلون نوت في الابسلون ار على افتح القوس 1 على الار انر ناقص 1 على الار اوتر بتاعي. يبقى معنى كده القانون الاولاني ده ينفع في الثلاث حالات، وبعد كده كل حاله او كل نوع اللي هو البارل بليت والسلندريكال بليت والسفيريكال سلندريكال وسفيريكال، كل نوع له قانون خاص بيه. طيب بعد كده بدأ يتكلم على ايه؟ على توصيلة المكثفات. قال لي يا باشمهندس في توصيلة توالي اما التوصيلة التوازي. من الشكل كده التوصيل التوالي يعني بداية بنهاية بداية بنهاية، وبعد كده باخد البداية بوصلها للبطارية، ونهاية بوصلها للبطارية بتاعتي. يبقى دي توصيلة التوالي. توصيلة التوازي كشكل بجمع البدايات مع بعضيها والنهايات مع بعضيهم، وبعد كده بوصلهم للبطارية بتاعتي. طيب في توصيلة التوالي قال لي يا باشمهندس هنا التيار ثابت، معنى كده ان الشحنة عندي كيو ثابتة. يبقى هنا كيو على المكثف الاولاني، كيو على المكثف الثاني، كيو على المكثف الثالث. طيب فرق الجهد؟ لا، قال لي فرق الجهد عندي هيتجزأ، يبقى هنا في 1 في 2 في 3.
طيب في البرن، قال لي في البرن يا باشمهندس اللي هيحصل فرق الجهد ثابت، بس دي التيار عندي هيتجزأ، معنى كده ان كيو عندي هتتجزأ، يبقى هنا المكثف الفلاني كيو واحد، هنا كيو اتنين، هنا كيو تلاتة. طيب انا عايزة احسب السي توتال بتاعتي، وهنا عايزة احسب برضه السي توتال. قال لي ان الجهد عندي هو عبارة عن في واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة اللي هو هيتجزأ. طب ما ال V عبارة عن ايه؟ كيو على سي توتال بتساوي كيو على سي واحد زائد كيو على سي اتنين زائد كيو على سي تلاتة. أطير في كيو، اطلع معايا القانون بتاعي، واحد على سي توتال هي عبارة عن واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة. طيب لو توصيلة توازي، قال لي توصيلة توازي ايه اللي هتجزأ؟ قال لي كيو، يبقى الكيو هي عبارة عن كيو توتال أو كيو بارلل هي عبارة عن كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو تلاتة، وعوض عندي كيو هي عبارة عن سي في ال V. يبقى السي توتال مضروبة في الفي تساوي في السي واحد مع الجهد ثابت. طيب الفي يبقى معنى كده ان السي توتال طلعت معايا كام يا باشمهندس؟ سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة. يبقى كأن التوالي بعامله معاملة التوازي عندي، والتوازي بعامله معاملة التوالي عكس المقاومات. يبقى لو انا عندي اتنين مكثفين مثلا متوصلين توالي، عاوز احسب السي توتال، يبقى واحد على السي توتال تساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين، وما تنساش تجيب ايه المعكوس بتاعك اللي هو سي توتال في الاخر، او سي توتال هي عبارة عن كام حاصل ضربهم على مجموعهم، يبقى سي واحد في سي اتنين على سي واحد زائد سي اتنين. بعد كده دخل على ايه؟ على الانرجي ستورد في المكثف. الانرجي ستورد هي عبارة عن ايه؟ نص سي في تربيع تقاس بايه؟ تقاس بجول، او ممكن اقول هي عبارة عن نص في كيو في الفي، هنحتاجها كمان شوية برضو في المسائل. يبقى نص سي في تربيع او نص كيو في الفي. تقريبا دي كل القوانين بتاعة الشابتر ده الجديد علينا، بس في قوانين قلناها في شابتر اتنين هنحتاجها في شابتر اربعة. ايه هي القوانين يا باشمهندس؟ الاي، قال لي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فرق الجهد عندي على المسافة بتاعتي اللي هي الدي. طب انا عاوز احسب الكتريك فيلد دنستي، قال لي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الابسن نوت في الابسن ار في الاي اللي هي الالكتريك فيلد انتنستي. طيب عاوز احسب حاجة اسمها الكيو، الشحنة بتاعتي هي عبارة عن ايه؟ قال لي هي عبارة عن الدي مضروبة في ايه؟ في الاس اللي هي المساحة بتاعتي، او سي في الفي، القانون اللي فوق طرفين فاصلتين. طيب دي كل القوانين هنشوفها في الشيت. نبتدي بالمسألة رقم واحد. المسائل اللي عندنا في الشيت مسألة رقم واحد واثنين واربعة وستة وسبعة، يبقى احنا عندنا دلوقتي كام؟ خمس مسائل، واحد واثنين واربعة وستة وسبعة. قال لي ابتدي احل المسألة، احدد انا شغالة انه نوع بارل بليت ولا سلندريكال ولا سفيريكال يا باشمهندسة، عشان كل نوع له قانون خاص بيه. طيب نبتدي المسألة الأولانية. بيقول ايه في المسألة الأولانية؟ بيقول لي يا باشمهندس أنا عندي الإس بتاعتي بتساوي مية مساحة، طبعا مليمتر تربيع، يعني المفروض لازم أحول، يعني هضرب في عشرة سالب ستة، الدي تلاتة مليمتر فهضرب في عشرة سالب تلاتة، الإبسن أر بكام؟ باتناشر. فور بارل بليت كباستر، يبقى أنا عندي كباستر بارل بليت النوع الأولاني، في بينهم داي إلكتريك، الوسط بتاعي الإبسن أر بكام؟ باتناشر. المسافة بين الاتنين بليد دومت تلاتة، والمساحة بتاعت البليد كام؟ مية. عاوز يحسب ايه؟ عاوز يحسب سعة المكثف. تمام، انا عندي سعة المكثف ايه؟ اما احسبها عبارة عن ايه؟ كيو على الفي. يهم ايه تاني يا باشمهندسة؟ ما انا ما عنديش كيو ولا عندي الفي دلوقتي، يا اما الابسلون نوت في الابسلون ار في ايه؟ في الاس على الدي. الابسلون نوت عندي او انا حافظاها 10 اس سالب 9 على 36 باي، الابسلون ار ب 12، الدي موجودة عندي والاس موجودة عندي. شوف بس التعويض مباشر بس في القانون الأرقام، يبقى ايبسلون نوت في الايبسلون ار في الاس على الدي. عوض هنا ما تنساش تحول 10 سالب 6 وهنا 10 سالب 3، طلع القيمة بتاعتي كام؟ 3.54%. خلي بالك بيكو فراد، سيبها زي ما هي 10 سالب 12 فراد، مفيش مشكلة، ممكن نسيب 10 نشيل 10 سالب 12 دي ونحط كانها ايه؟ بيكو فراد. طيب المطلوب اللي بعد كده بيقول لي موصلة بطارية قيمتها 6 فولت، عاوز يحسب الـ E، عاوز يحسب الـ T، عاوز يحسب الـ Q، عاوز يحسب الـ Energy Store. طيب ما الـ E هي عبارة عن كام؟ كون احنا كاتبينها هي عبارة عن الـ V على الـ D. ادي الـ V 6 فولت، الـ D هي عبارة عن 3، متنساش اضربها في 10 سالب 3 طلع الناتج عندي كام؟ 2000. طيب الـ D اللي هي الـ Electric Flux Density، أو سوري الـ Electric Field Density عندي، الـ Epsilon Naught في الـ Epsilon R في الـ E.
الابسلون ار بكام؟ ب 12. الابسلون نوت بكام؟ 10 سالب 9 36 باي، وده اللي لسه جايباها. اعوض اطلع قيمه الدي. طيب الكيو هي عباره عن الدي في الاس، او ممكن اعملها سي في الفي، الاثنين هيطلعوا نفس الناتج. يبقى الدي انا لسه جايباها، الاس عباره عن كام؟ 100 في 10 سالب 6، طلعت قيمه الكيو بتاعتي، او سي في الفي هطلع برضه نفس القيمه بتاعتي. الانرجي ستورد قال لي هي عباره عن نص سي في الفي تربيع، يبقى نص قيمة المكثف عندي مضروبة في الجهد التربيع، هطلع قيمة الانرجي ستورد عندي، هتطلع معايا والوحدة بتاعتها ايه؟ جول. طبعا بيكو يبقى الرقم ده اكيد مضروب في 10 أس سالب 12. المطلوب رقم سي في المسألة الأولانية لسه بيقول ايه؟ وذا سورس ستيل كونكت، يعني لسه موصلة البطارية بتاعتي، بس الضاي الكتريك بتاعي ويز دروين فروم بتوين بليت، يعني جيت اتنين بليت عندي البارل بليت، سحبت او شلت الضاي الكتريك، شلت الوسط العازل بتاعي، يعني الوسط بينهم دلوقتي بقى ايه؟ كانه هواء. الوسط بينهم دلوقتي بقى ايه؟ هواء. يعني الابسلون ار دلوقتي ما عدتش 12، الابسلون ار بقت بكام؟ بواحد. من غير ما اكمل المساله اكيد هيطلب مني احسب الدي واحسب الكيو واحسب السي بتاعتي واحسب الانجستر. ليه يا باشمهندس؟ ما انت غيرتي الوسط بتاعي، يبقى ساعه المكثف عندي تختلف. ما المكثف عباره عن ايه؟ احسبه ازاي؟ ابسلون نوت في الابسلون ار في الاس على الدي، الوسط اتغير يبقى المكثف هيتغير. طب ما الدي هي عباره عن كام؟ ابسلون نوت في الابسلون ار في الاي، برضو بتعتمد على الوسط. الكيو هي عباره عن سي في الفي او دي في الاس، كل اتغير. يبقى تعالوا نكمل بالايه؟ احسب لي تاني كالكوليت برضو الاي والدي والكيو، واحسب بعد كده كمان الانرجي ستورج بتاعي بقى نفس القوانين بتاعت المطلوب رقم بي، بس هغير بدل الابسلون ار بواحد ب 12 هتبقى بكام؟ بواحد. يبقى الاي هي عباره عن كام؟ الفي على الدي، يبقى 6 على 3 في 10 سالب 3، طلع قيمه الاي. لو لاحظت الاي ثابته ما اتغيرتش، انا ما غيرتش البطاريه ولا غيرت المسافه بين البليت بتوعي. طيب الدي الابسلون في الاي، خلاص هو شال الابسلون ار واعتبرها واحد زي ما مكتوبه هنا، طلع قيمه الدي. طيب الكيو دي في الاس، الانرجي ستورد نص سي في تربيع. طيب من عشان اعوض في القانون بتاع نص سي في تربيع انا محتاجه اجيب ساعه المكثف، وما ينفعش اخد اللي هي في مطلوب رقم ايه؟ ما ينفعش اخد دي. اه ما ينفعش. ليه؟ هنا محسوبه عند الابسلون ار بكام؟ ب 12، يبقى انا محتاجه احسب السي عند الابسلون ار بكام؟ بواحد، عشان اعوض في القانون نص سي في تربيع. او في حل تاني، انت قلت ان الانرجي ستورد ممكن احسبها هي عباره عن كام؟ نص كيو في الفي، بدل ما احسب ساعة المكثف هي مش مطلوبة مني وارجع تاني اعوض، اعوض في ده اسهل. يبقى نص كيو بتاعتي انا لسه جايباها مضروبة في الفي، هطلع قيمة الانرجي ستورد. صح لو انت حسبتها بنص سي في تربيع، بس تكون زودت على نفسك خطوة مش اكتر. المطلوب رقم دي ملغي. لو انت عارف القوانين هبتدي تعوض، تلاقي مسألة سهلة مفيهاش اي فكرة. شوف المسألة رقم 2، بيقول لي مسألة رقم 2 ايه يا باشمهندس؟ ان اير فيلد بارل بليت. طيب انا خلاص حددت النوع بارل بليت، نسيب الكلمة دي دلوقتي نشوف اللي هيحصل. ويز بليت سبريتلي، في مسافة بين الاتنين بليت قيمتها دي اللي هي 5 مليمتر، دي 5 مش 50، تمام. والاريا بتاعت البليت اللي كام؟ ب 100، متوصلة بطارية قيمتها 6 فولت. ماشي كمل. The blade are moved apart to distant كام؟ 10 دي. يبقى أنا عندي بارل بليد المسافة بينهم دي 5 مليمتر، حركت الاتنين بليد دومات عن بعضيهم وزحتهم، خليت المسافة بدل ما كانت دي خليتها كام؟ 10 دي. ايه اللي هيحصل؟ يبقى في دماغي كده أول حاجة هيحصل هتغير المكثف، ساعة المكثف، ساعة المكثف عبارة عن ايه؟ ابسلون ابسلون ار في الاس على الدي، يبقى ساعة المكثف هتختلف. بالتالي هيختلف عندي. طيب غيرت المسافة يبقى الاي عندي هتختلف، الدي هتختلف، الكيو هتختلف. بس ايه بعد كده؟ هيطلب مني احسب ساعة المكثف، احسب الاي، احسب الدي، احسب الكيو، واحسب حاجة اسمها الرو اس شفناها في شابتر 2، واحسب الانرجي ستورد بتاعتي. يا باشمهندس تعالى نعوض، السي عبارة عن كام؟ ابسلون نوت في الابسلون ار في الاس على الدي. طب الابسلون نوت انا حافظاه، الاس مديهالي ب 100، الدي مديهالي. طيب الابسلون ار بكام؟ لو لاحظت في اصل المساله اللي ايه؟ ان اير فيلد، يعني الوسط اللي عندي هواء، يعني الابسلون ار بكام؟ 1.
يبقى اول ما اشوف الجمله دي او ما اشوف الكلمه دي يبقى انا عارفه ان الابسلون ار بكام؟ واحد. طيب تعالى نشوف المساله. تعويض مساله رقم 2، انت عايز تحسب المكثف ابسلون نوت في الاس على الدي. خلاص انا عرفت ابسلون ار بواحد، ابسلون نوت محفوظه، الاس ب 100 100 في 10 سالب 6، الدي خلي بالك دلوقتي معايا هي الدي 5؟ لا، ده هو خلى المسافه كام؟ 10 دي، يبقى 10 الدي بكام؟ ب 5، يبقى 10 في 5 وعشان مليمتر فضربت كام؟ في 10 سالب 3، اطلع قيمه المكثف بتاعتي. طيب عاوز احسب الاي، قانون احنا عارفينه الفي على الدي 6، الدي الحاله الجديده كام؟ ب 10 دي، يعني 10 في 5 واضرب في 10 سالب 3، طلعت قيمه الاي. هتسلمني اللي بعديه، عاوز يحسب الدي يبقى ابسلون نوت في الابسلون ار في الاي، خلاص الابسلون ار بواحد، هعوض اطلع قيمه الدي. عاوز يحسب الكيو زي المساله رقم 1، كل الاختلاف ايه يا باشمهندس؟ ان هو قايلني ان الوسط عندي هوا فالابسلون ار بواحد. ايه الاختلاف التاني؟ ان هو غير المسافه من 2 بليت بتوعي. عاوز يحسب الكيو هي عباره عن دي في الاس. عاوز يحسب الرو اس، شابتر 2 كنا بنقول عرفنا ان الرو اس هي نفسها الدي، الدي هي عباره عن ايه؟ كيو على الاس، الرو اس هي السيرفيس تشارج نيست عندي، يبقى السيرفيس تشارج عندي يبقى عباره عن كام؟ الرو اس هي نفسها الدي هي بتساوي كام؟ 1.06 نانو كولوم على متر تربيع. عاوز يحسب الانرجي ستورد، نص سي في تربيع، هعوض اطلع قيمه الانرجي ستورد. هي دي مساله رقم 2 زي المساله رقم 1. طيب شوفي المساله رقم 4، بيقول لي في المسألة رقم 4 بيقول لي ان الابسن ار ب 2.5 في ريجون من 0 ل 1، وابسن ار 2 ب 4 في ريجون من 1 ل 3، وابسن ار 3 مش مديني لها قيمة في ريجون من 3 ل 5، كونتاكتنج سيرفيس مش عارف من 0 لكام ل 5، عندي 2 بليت الريجون بتاعتها من 0 ل 5 وقسمها عندي لثلاثة ريجون، الريجون الأولانية من 0 ل 1، الريجن الثانية من 1 ل 3، الريجن الثالثة من 3 ل 5. عاوز يحسب ايه؟ عاوز يحسب المكثف توتال مرة امتى يا باشمهندس؟ مرة لما الريجن 3 هوا يعني الابسلون ار بواحد، مرة لما الريجن الابسلون ار 3 هي نفسها الابسلون ار واحد، يعني عوض بقيمتها كام؟ ب 2.5. لو لاحظت الابسلون ار 3 في راس المسألة مش مديني لها قيمة، يبقى انت هتحل المسألة كام مرة؟ 1 2 3 4، 4 مرات. تحسب ايه؟ عاوز احسب ساعة المكثف، عاوز احسب السي توتال بتاعتي، مرة هتعوض الابسلون ار 3 بواحد، مرة هتعوض الابسلون ار 3 هي نفسها الابسلون ار 1، مرة هتعوض بالابسلون ار 3 هي نفسها الابسلون ار 2، مرة هتعوض بايه؟ ان هي بتساوي سيلفر، يعني الابسلون ار 3 بكام؟ بما لا نهاية. طب تعالى نشوف الرسم عشان نعرف نحل المسألة. ادي مسألة رقم 4، المسألة رقم 4، ادي الاتنين بليت بتوعي من صفر، من واي بالصفر لواي بتساوي 5، ادي الوسط بتاعي، الوسط بتاعي قسمه لكام ريجون؟ 3 ريجون. الريجون الاولانيه من كام لكام يا باشمهندس؟ من صفر لواحد، ادي من صفر لواحد، خلى الابسلون ار بكام؟ ب 2.5. الريجون بعد كده من 1 ل 3، خلى الابسلون ار بكام؟ ب 4. الريجون بعد كده من 3 ل 5، خلى الابسلون ار بكام؟ ب 3. دي مجهوله ليه؟ هيحلها اكتر من مره، اول مره هيعوض بيها بهوا، خلينا نعتبر ان هي هوا، ان هي بكام؟ ب 1. عاوز يحسب ايه يا باشمهندس؟ عاوز يحسب ساعة المكثف. طيب تعالي نحسب ساعة المكثف يا باشمهندس. من الرسمة كده التلات يبقى عندي كام مكثف؟ 1 2 3 3، التلاتة متصلين مع بعض ايه؟ توالي. طيب بقانون التوالي يبقى 1 على C توتال هي عبارة عن 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد 1 على كام؟ على C3. طيب يبقى انا محتاج اعرف C1، محتاج اعرف C2، محتاج اعرف C3. هل C1 هي نفسها C2 هي نفسها C3؟ لا يا باشمهندس. ليه؟ C1 وسط بتاعها ب 2.5 ودي مسافة معينة، نفس الكلام الوسط ب 4، هنا الوسط بكام؟ ب 1. يبقى انا محتاج احسب C1 الاول، محتاج احسب C2، محتاج احسب C3. عوضت بس هنا في القانون، انا عارفة ان C عبارة عن ابسلون نوت في ابسلون ار في اس على دي،
واحد على مقام شيلة، بس القانون بقديه على الابسلون بتاعي سماها ابسلون واحد، اللي هي ابسلون نوت في الابسلون ار في المسافة الأولانية أو المساحة اس واحد، زائد دي اتنين على ابسلون نوت في الابسلون ار اتنين في الاس اتنين، زائد دي تلاتة على ابسلون نوت في الابسلون ار تلاتة في الاس تلاتة. ناخد الريجن الأولانية، الريجن الأولانية من كام لكام يا باشمهندسة؟ من صفر لواحد مليمتر، يبقى دي بكام؟ بواحد. طيب ما دي مليمتر، يبقى لازم اضرب في كام؟ في 10 سالب 3 على الابسلون نوت بكام؟ محفوظة 10 سالب 9 على 36 باي. طيب الابسلون ار بكام؟ هو قال لي في الريجن الاولانية بكام؟ ب2.5، 2.5. طيب الاس اللي هي المساحة بتاعتي بكام؟ تعالى نشوف يا دكتورة، انا كاتبة 1 متر تربيع. تعالى نرجع كده في اصل المسألة، عرفت منين هي 1 متر تربيع؟ كالكوليت ذكية بس بير سكوير متر اوف ايه؟ اوف سيرفيس اريا، يعني المساحة بتاعتي قيمتها كام؟ 1 متر تربيع. من هنا عرفت ان الاس بكام؟ 1 متر تربيع. هعوض المساحة عندي ب1 متر تربيع، نفس الكلام الريجن التانية عاوزة اجيب المكسر بتاعتي، قال لي دي اتنين، دي اتنين الريجن بتاعها من كام لكام؟ من واحد لكام؟ لتلاتة. يعني كام؟ اتنين، تلاتة ناقص واحد يعني باتنين، اتنين في كام؟ في 10 سالب 3 عشان مليمتر على الابسلون نور. الابسلون ار الريجن في الحالة دي بكام؟ ب4، والاس طبعا واحدة ب1 متر تربيع، زائد الريجن التالتة دي اللي هتختلف بقى معايا، مرة عوض بيها بكام؟ يعني هنا أنا كتبت الصورة العامة، 2 في 10 سالب 3 عشان من 3 لـ5، يعني 5 ناقص 3 باتنين، 2 في 10 سالب 3. الإبسلون نوت زي ما هي، الإبسلون أر دي اللي هي مجهولة عندي، اللي هو بعد كده يقول لي عوض بيها مرة بواحد، مرة ب2.5، مرة ب4، مرة بما لا نهاية، في كام؟ في واحد. جبت الصورة العامة بتاعت إيه؟ السي توتال في مجهول إيه؟ الإبسلون أر 3. دي هتبقى أسهل لي عشان بعد كده أبتدي أعوض على طول تعويض مباشر. المطلوب الأولاني عاوز يحسب إيه؟ عاوز يحسب السي توتال مرة لما يكون الإبسلون آر بهوا، يعني بواحد، خلاص هعوض في المعادلة دي بواحد، أطلع قيمة السي توتال، قلبك لما تطلع الناتج ده تقلبه عشان نجيب السي توتال بتاعتك. طيب المطلوب اللي بعد كده، مرة لما يكون الإبسلون آر 3 هي نفسها الإبسلون آر 1، طب ما الإبسلون آر 1 بكام؟ ب2.5، يعني عوض هنا ب2.5 واطلع قيمه السي توتال. مره لما يكون الابسلون ار 3 هي نفسها الابسلون ار 2 اللي هي بكام؟ ب4، واعوض هنا ب4 واطلع قيمه السي توتال. مره لما يكون الابسلون ار 3 بما لا نهايه، اعوض اطلع قيمه السي توتال. هي مجرد بس ما تحدد او تجيب المعادله بتاعتك دي ابتدي اعوض، مره واحد، مرة ب2.5، مرة ب4، مرة بما لا نهاية. مسألة رقم 4. طيب خش على مسألة رقم 6. مسألة رقم 6 بيقول ايه؟ عندي تو اكسل كيبل، عندي سلندريكال، يبقى انا دخلت على النوع التاني، نص القطر الاولاني ب2 ونص القطر التاني ب4، يبقى الار انر بتاعتي ب2 والار اوتر بتاعي ب4 يا باشمهندس، والطول بتاع الاسطوانة كام؟ 1. The region between cylindrical layer بتاعتي الداي الكتريك من كام؟ من رو بتساوي سي لرو بتساوي دي، والابسلون ار ب4، واحسب قيمة المكثف مرة لما السي ب2. طيب شوف الرسمة عشان نتخيل الحل بتاعي. اعتبر اهو انا عندي اهو ادي كوكس الكيبل بتاعي، ادي نص القطر الاولاني ب2، ادي الاسطوانة الاولانية، وادي الاسطوانة التانية نص القطر بكام؟ ب4. كل المسافة اللي بينهم ده ايه؟ من 2 لـ4 دي ايه؟ داي الكتريك او الوسط بتاعي. جه قال لي ان الداي الكتريك بتاعي بيتحدد الحدود بتاعته ايه؟ من سي لدي. طيب يا باشمهندس مش ده كل ما ممكن يبقى فيه جزء هوا، ممكن يبقى اكتر من داي ابسلون ار 1، ابسلون ار 3، ابسلون ار 2. الداي الكتريك بتاعي حددهم ايه؟ من سي لدي، يبقى ابعاد الداي الكتريك بتاعي نص قطر سي ونص قطر دي. السي دي ممكن تبقى على 2، يعني الداي الكتريك من 2 لـ4، وممكن الداي الكتريك يبقى مثلا من 3 لـ4، وممكن الداي الكتريك من ايه يا باشمهندس؟ من 2.5 مثلا ل 3.5. يبقى هو حدد لي الداي الكتريك بقى بعد كام؟ من سي لدي،
بتخيل كده معايا تاني، يعني الرسمة اللي فوق ادي الاسطوانة الأولانية نص قطرها 2، وادي التانية نص قطرها كام؟ 4. بين 2 و4 ده كله ده الوسط بتاعه. قال لي في داي الكتريك، الداي الكتريك دوت بيتحدد من كام؟ من سي دي، يعني الحتة دي كلها داي الكتريك. السي دي ممكن تبقى على 2، يعني ممكن يبقى الداي الكتريك 2 لـ4، ممكن يبقى 2.5 لـ4، ممكن يبقى 2.5 لـ3. لسه هيحدد لي في المسألة الأبعاد بتاعتي. عاوز يحسب ايه؟ عاوز يحسب سعة المكثف بتاعتي. طيب تعالى نشوف مرة ايه محدد اعمل لي الأبعاد بتاعتي ايه. السي بتساوي كام؟ 2، والدي بتساوي كام؟ 3. طيب وحدد أبعاد الداي الكتري بتاعتي من سين دي. طب السي دلوقتي في الحالة دي كام؟ من 2 لكام؟ لـ3. طيب يعني من أول هنا مثلا لغاية 3. طب الجزء اللي فايض ده يبقى ايه؟ هيبقى هوا. طب معنى كده أنا عندي كام ايه؟ كام مكثف؟ هيبقى معايا كده كأني عندي 2 مكثفين. ليه يا باشمهندسة؟ ما الإبسلون المنطقة الأولانية الريجن الأولانية الإبسلون آر بتاعتها هو حد الداي الكتري بتاعتها. محددة لي تقريبا في رأس المسألة قيمتها كام؟ قيمتها 4. طيب المكثف التاني الإبسلون آر بتاعها هيبقى هوا، يبقى قيمتها بكام؟ 1. طيب تعالى نتخيل ده تاني، يعني نشوف مثلا كده. أنت دلوقتي عندك أدي السندريك الأولانية نص قطرها كام يا باشمهندس؟ 2 اللي هي الآر إنر بتاعتي، وأدي الآر أوتر بتاعتي قيمتها كام؟ قيمتها 4. قال لي الداي الكتريك بقى ده كله ده الوسط ايه، من اول الدايره الصغيره دي الدايره كده ده الوسط بتاعي اللي بين ايه، بين 2 كونتاكتور بتوعي. قال لي من 2 لـ3 اللي هي الحته دي الابسن ار بتاعها بكام؟ ب4. داي الكتريك قيمته الابسن ب4 يا باشمهندس. طيب من 3 لـ4 المسافه دي او المساحه دي من 3 لـ4 تبقى كام؟ قال لي الإبسلون آر في الحالة دي بـ1، يعني هو يبقى عندي كام مكثف؟ يبقى الريجن الأولانية دي يبقى فيه مكثف. أحسب قيمته إزاي؟ دي شغالة إيه يا باشمهندسة؟ شغالة في سلندريكال، يبقى القانون بتاعي 2 باي إبسلون نوت في الإبسلون آر في ال L على اللين بتاعي بتاع الأوتر على اللين بتاعي على ال R inner بتاعتي. يبقى أنا عشان أجيب المكثف في الأول في الريجن الأولانية. طيب تعالى عوض معايا، شوف هنا 2 باي الإبسلون اللي هو 10 بس سالب 9 على 36 باي. طيب الإبسلون آر بـ4. طيب ال L محددها لي في المسألة بـ1 على اللين، اللين بتاعتي الأوتر على إيه؟ الإنر. هنا الأوتر نص القطر بتاعي هنا كام؟ الخارجي بـ3، وهنا نص القطر الداخلي بكام؟ بـ2، يبقى 3 على 2. أو هنا لو لاحظ الدايرة الصغيرة دي نص القطر بتاعها 2، الدايرة اللي في النص نص القطر بتاعها بـ3، الدايرة الكبيرة نص القطر بتاعها بـ4. يبقى هي عبارة عن لين كام؟ 3 على 2. طبعا ده بسنتي وسنتي هيتقلوا مع بعض عشان التحويلات، وأطلع قيمة المكثف في الحالة الأولانية. طيب عاوز أجيب قيمة المكثف في الحالة التانية، هي عبارة عن إيه؟ 2 باي إبسلون نوت في الإبسلون آر في الطول بتاعي بتاع الأسطوانة على لين الآر أوتر على الآر إنر بتاعتي. طيب 2 باي الابسن ار في الحاله دي عباره عن ايه؟ بقى هوا. يبقى الابسن ار بتاعتي 1 لين الدايره الكبيره بقى الار اوتر بتاعتها كام؟ 4 على الار انر في الحاله دي 3. يعني بتكلم على الريجن الثانيه دي، يبقى 4 على 3 هطلع القيمه بتاعتي. طيب الاثنين دول متوصلين مع بعض ايه؟ توالي. يبقى السي توتال بتاعتي يبقى 1 على السي توتال هي عباره عن 1 على السي 1 زائد 1 على السي 2. يبقى 1 هنعوض تعويض ماشي، هطلع قيمة السي توتال بتاعتي بـ143 بيكو فاراد. طيب لو رجعنا في رأس المسألة عندي مسألة رقم 6، هو كان محدد لي نص قطر الدايرة الصغيرة ونص قطر الكبيرة بس، والضي الكتري كان محددها ايه؟ برموز سي ودي. أول مطلوب حددها لي بأرقام السي بـ2 والدي بكام؟ بـ3. طيب المطلوب اللي بعد كده قايل لي الدي بقت بـ4. طيب عاوز يحسب ان ذا فوليوم اوف ذا الكتريك اوف ذا داي الكتريك از ذا سيم از ان بارت ايه،
انت عاوز تحسب ايه برضه؟ عاوز يحسب سعة المكثف، عاوز يحسب المكثف اللي هي السي توتال مرة لما تكون ابعاد الداي الكتريك 2 و3. طيب المرة التانية لما يكون الداي الكتريك بكام؟ ابعاده كام؟ سي و4، يعني مش مديني السي بكام، عاوز يحسب ومديني بقى معلومه، المعلومه دي هعرف اجيب منها السي، ان الفوليوم بتاعي بتاع الداي الكتريك ذا سيم از بارت اي، يعني الفوليوم في الحاله الاولانيه هو نفس الفوليوم في الحاله الثانيه لايه؟ للداي الكتريك. طيب تعالى نشوف الرسمه. تعالى نتخيلها بالدايره دي، ايه دي نص القطر بتاعي اللي هو 2، وايه دي نص القطر بتاعي الدايره الكبيره اللي هي ب4. طيب والداي الكتريك قال لي الدي اول حاجه ب4، يبقى انا هنا ايه؟ 4. طب السي فين؟ هنفترض مثلا ان دي سي، انا لسه ما اعرفش قيمتها، يعني السي ممكن تطلع ب2، يبقى يبقى ده كله وسط واحد والابسلون ار بتاعتها ب4، وممكن تبقى السي ب2.5، ممكن تبقى ب3. يبقى انا عاوز اعرف ايه؟ عاوز اعرف السي بتاعتي عشان اعرف ابعاد الداي الكتريك بتاعي، يبقى انا عارفه ان هو من ال4 لغايه كام؟ لغايه السي. طيب السي بتاعتي ب2 ولا ب2.5 ولا ب3؟ طيب ايه المعلومه اللي مديها لي؟ قال لي ان الفوليوم في الداي الكتريك بتاعي 1. طب ما انشغل ايه ده اسطوانه؟ طب ما الفوليوم هي عباره عن كام؟ باي ار تربيع في ال. طيب في الحاله الاولانيه باي ار تربيع في ال. طب الداي الكتريك في الحاله الاولانيه كانت ابعاده كام؟ قايل لي من كام؟ من 2 ل3، صح ولا غلط؟ يبقى باي 3 تربيع ناقص 2 تربيع مضروب في كام؟ في 1. دي الحالة الأولانية. طب الحالة التانية باي ار تربيع برضو في ال، بس يا باشمهندسة ده مديني بس أبعاد الدي، يبقى باي 4 تربيع ناقص سي تربيع مضروبة طبعا في الطول بتاعي اللي هو 1. طب ما هو الفوليوم في الحالة الأولانية هو نفسه الفوليوم في الحالة التانية، سوى الاتنين مع بعض منها جاب ايه؟ جاب السي، طلعت بكام؟ 3.3 و32 من 100، 3.32 من 100 سنتيمتر. يبقى معنى كده لو بصينا على الرسمة دي، يبقى عندي دايرة الأولانية نص قطرها 2، الدايرة اللي بعد كده 3.3 وبعد كده 4، يبقى عندي كام مكثف؟ هيبقى عندي 2 مكثفين برضو. المكثف الأولاني اللي هو في ريجون دي هيبقى الوسط بتاعه ايه؟ هواء، يبقى الإبسن آر بواحد، يبقى عوض في القانون بتاعي، يبقى المكثف الاولاني هو عباره عن كام؟ 2 باي ابسلون نوت في الابسلون ار في ال على لين، هتبقى لين ايه؟ الار اوتر على الار انر، الاوتر بكام؟ 3 علامه 3 2 على الانر بكام؟ ب2. كده حسبت المكثف الاولاني لما يكون الريجن بتاعي ايه؟ هواء. طب المكثف الثاني 2 باي ابسلون نوت في الابسلون ار، بقى هعوض بيها في ال اللي هي بواحد على لين، الاوتر بكام؟ ب4 على الانر بكام؟ 3 علامه 3 2. جبت المكثفين والاثنين متوصلين مع بعض توالي، اعتبرهم كانوا متصلين، يبقى القانون بتاعها 1 على سي توتال هي عباره عن 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2. بجد قالت لي ان سي 1 اهو 2 باي ابسلون 1 على لين ادي الاوتر على الانر، سي 2 نفس الكلام جاب السي توتال بتاعي. تعالى مسألة، معلش هي مسألة رخمة شوية، بس هي كل الفكرة بتاعتي ان انت تجيب ابعاد الدايلكتريك بتاعتك، حدود الدايلكتريك بتاعتك.